القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. عقدت اللجنة العليا لإحياء الأسبوع الوطني للشباب مؤتمراً أعلنت فيه عن هدف هذه الفعالية وشموليتها في أنشطتها الرياضية والاجتماعية والثقافية كالمسيرات الشعبية الحاشدة في كل محافظات الوطن والمؤتمرات الشعبية في الساحات الفلسطينية العامة. وسيكون هذا الأسبوع في 11 من تشرين الثاني المقبل وحتى 15 من نفس الشهر، يبدأ بمسيرة لإحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات تحت شعارات وطنية موحدة فيها شمول واجتماع كل الفئات العمرية، الرجال، النساء، وإحنا راح نعمل أنشطة ثقافية، رياضية، اجتماعية، كشفية، فنية، اللي بدك إياه. وأنا بأمل أن يكون هناك تعاطي من كل القوى السياسية، ولا يحق لأحد أن يفشل ذلك، ومن يفشل ذلك فهو يسبح في خانة الاحتلال. مشاركة إعلامية كبيرة متوقعة في أسبوع الشباب الذي يهدف إلى زيادة اللحمة الوطنية والتوحد تحت ظل العلم الفلسطيني، ويرنو أيضا إلى تنمية حس العمل التطوعي بين الشباب الفلسطيني. هذا الأسبوع سيكون أسبوعا ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا، سيعيد للشباب دورهم الطليعي كما كان خلال ربما العقود الماضية، وبالتالي عندما يشارك عشرات آلاف المتطوعين كما هو متوقع في اليوم الختامي لهذا الأسبوع، يكون الشباب الفلسطيني قد تمكن من أن يكون جزء حقيقي من كل الفعل الفلسطيني، سواء هذا الفعل على مستوى القيادة أو على مستوى الحراك الشعبي. 100,000 متطوع من المتوقع مشاركتهم في ذلك الأسبوع الذي سيتم فيه دعوة الجهات العالمية والعربية ذات العلاقة. عيون ترقب الأسبوع الوطني للشباب الفلسطيني، أسبوع شمولي لفعاليات رياضية واجتماعية وثقافية تشمل الوطن من رفح إلى جنين، ولن يرفع فيها إلا علم فلسطين. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.